نشرة أخبارية جديدة من الشرق الأخبار، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل أبلغت السلطة أن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر. أضاف أن تل أبيب توعدت بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال تعاملت مع المحكمة، لكن المالكي أكد استمرار الوزارة في المضي قدما والتنسيق مع الجنائية الدولية. أوضح أن إسرائيل سحبت منه بطاقة الشخصيات المهمة وأيضا ألغت التنسيق لعودته إلى فلسطين عقب اجتماعاته في المحكمة.